مساء الخير على كل مشاهدينا في برنامج نون القمة. برحب بحضراتكم في برنامجنا اللي عودناكم أننا بنناقش فيه جميع الأخبار والقضايا اللي بتهم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، الأمر اللي أصبح بيمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، واللي من خلالها بكل تأكيد أصبحت المرأة شريك أساسي في استراتيجية التنمية. الأسبوع ده الحقيقة هو أسبوع مميز لأنه شهد إنجازات وتحديات كبيرة حققتها إرادة المرأة المصرية. لقينا أنه لأول مرة بيشارك فريق نسائي بالكامل من فرقة المفرقعات من الشرطة النسائية المصرية في قوات حفظ السلام في مالي. كمان هنتكلم عن خبيرة الاقتصاد المصرية الدكتورة نعمة شفيق اللي نجحت في أنها تتولى منصب رئيس جامعة كولومبيا الأمريكية كأول سيدة عربية ومصرية تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة. أيضا هيكون معانا في حلقتنا النهاردة عدد من القضايا اللي بتهم المرأة، أهمها هيكون تحذيرات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة من عدم معالجة تأثير التغير المناخي على المرأة. هنتابع أيضا آخر استعدادات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالتحديد هنتكلم عن الجديد هذا العام في معرض الطفل. كمان اخترنا أننا نلف مع حضراتكم المنصورة ودمياط وإنا والمنوفية علشان نعرض ونستعرض معاكم نماذج لستات جدعة وناجحة ومكافحة ومؤمنة بأن مفيش حاجة اسمها مستحيل. أما فقرتنا الثانية النهاردة هتكون عن نموذج ملهم لعالمة مصرية هي الدكتورة إلهام محمود، أستاذة علوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، واللي قدرت أنها تفوز بأعلى جائزة إفريقية في مجال علوم الحياة والأرض. كل الأخبار دي وأكتر هتكون معانا بالتفصيل على مدار الحلقة. خلونا نبدأ أول قصة في حلقتنا. أول قصة معانا النهاردة في الحلقة من حلقات نون القمة هنبدأها من إشادة المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بفرقة المفرقعات من الشرطة المصرية في قوات حفظ السلام ببعثة الأمم المتحدة في مالي. لقينا أنه الدكتورة مايا مرسي في الحقيقة أعربت عن بالغ سعادتها وفخرها، وقالت: وجوه مشرفة للمرأة المصرية من قلب الأمم المتحدة، تحيا مصر بسيدات أظهرن صورة القوة والشجاعة والإصرار والعزيمة للمرأة المصرية. كمان أكدت أن الفريق النسائي الكامل اللي بيشارك لأول مرة في تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بيشير لكفاءة ونجاح المرأة المصرية، بالإضافة إلى أن التاريخ سيخلد أسمائهم وأنهم مصدر فخر للوطن ونموذج ملهم تحتذي به جميع الفتيات. وتمنت كذلك الدكتورة مايا مرسي لهم دوام النجاح والتوفيق. لسه مكملين أخبارنا مع حضراتكم. هنتكلم عن تحذيرات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة من يعني قضية عدم معالجة تأثير التغير المناخي على المرأة، واللي وصفته الحقيقة بأنه خطر حقيقي. كانت التحذيرات دي يعني صدرت في مشاركة المجلس القومي للمرأة في اللقاء اللي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان المرأة ومؤتمر المناخ، المبادرات والفرص والتحديات. قالت كمان الدكتورة مايا خلال اللقاء أنه السيدات بيتأثروا بشكل أكتر بالتغيرات المناخية، ولذلك ينبغي عليهن أن يتولين القيادة. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل اللقاء. هيكون معنا على الهاتف الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة. برحب بحضرتك معنا دكتور سهام. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. بداية لو تكلمينا عن مشاركة المجلس القومي للمرأة في اللقاء اللي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان المرأة ومؤتمر المناخ، المبادرات والفرص والتحديات. هو طبعا كان فرصة جميلة جدا أن يكون اللقاء ده في المجلس القومي للمرأة بالتعاون كمان مع الغرف التجارية اللي موجودة في على مستوى القومي،
بالإضافة إلى المستوى الدولي طبعا الممثل في المنظمة. لكن كمان أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، إن المجلس القومي للمرأة قام بجهود كبيرة جدا في موضوع المرأة والتغيرات المناخية وموضوع تمكين النساء في مجال التغير المناخي من خلال المشروعات الخضراء ومن خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة في كل محافظات مصر، واستثمار إمكانيات المرأة المصرية اللي موجودة في المحافظات، سواء كان إمكانيات تراثية أو إمكانيات بيئية أو موارد خاصة بكل إقليم على مستوى مصر، وإزاي يمكن أن يحول إلى أو يترجم إلى مشروعات صغيرة تفيد المرأة وتكون هي مدخل للتمكين الاقتصادي للنساء، خاصة المرأة النساء المعيلات. فبالتأكيد التواجد المجلس سواء كان على المستوى الدولي أو المستوى القومي من خلال السعي بتمكين النساء في مجال التمكين الاقتصادي أحد أولويات المجلس القومي وأحد الأجندات الهامة اللي بيعمل عليها المجلس القومي للمرأة. ويمكن كان هناك تميز أيضا ليوم المرأة المصرية اللي كان في يوم المرأة بشكل عام اللي كان في المؤتمر كاب 27، ومصر تحدثت باسم المرأة المصرية وأيضا المرأة الأفريقية، فبالتالي الفكرة كانت يعني نبع من مصر، لكن يمكن تملك آليات التطبيق على مستوى كل أقاليم أو كل الدول المنطقة الشرق الأوسط وخاصة أفريقيا، باعتبار أن مصر كانت بتحدث بلسان دول أفريقيا جميعا. دكتور سهام، خلينا نوضح للسادة المشاهدين إزاي بيأثر موضوع تغير المناخ على النساء بشكل أكثر سلبية مقارنة بالرجال. بالتأكيد التغير المناخي له تأثير سلبي أكثر شد على النساء، لأنه معظم يعني الرجال دائما يتركون الأماكن بحث على العمل، وتظل النساء هي اللي بتعاني، والمعاناة دي بتتحملها المرأة في المناطق بالذات اللي هي معرضة للجفاف، المعرضة للتغيرات المناخية الأكثر شدة والأكثر قسوة، وبالتالي فعلا النساء هم أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. بيبقى في نضوب للموارد، نوع من التصحر، أنواع كثيرة جدا بتعاني منها النساء، لكن يمكن الرجل ممكن يرحل يترك المكان يروح يسحب إلى مكان بحث على مكان عمل آخر، لكن المشكلة أن المرأة بتظل هي الحاضنة للأسرة، وبالتالي بتظل في نفس المكان وتعاني معاناة أكثر مضاعفة، وبالتالي لابد أن يكون هناك نظر للمرأة في هذا المجال، وأن تكون المرأة هي شريكة أيضا في كل المشروعات اللي بتتحدث عن التغيرات المناخية باعتبارها أن هي محرك أساسي داخل المجتمع المحلي، ويمكن أن يكون لها دور كبير جدا في موضوع مواجهة التغيرات المناخية. المرأة سواء داخل بيتها، داخل الحي، داخل مجال العمل، مجالات العمل المختلفة كمان اللي ممكن أن تمتهنها المرأة في ظل التغيرات المناخية دي مجالات كبيرة جدا، ويمكن المرأة المصرية يعني تتعامل مع التغيرات المناخية من خلال آليات جديدة مختلفة زي التحول الرقمي، زي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. دي كلها قضايا مهمة جدا محتاجين ان احنا نمكن المرأة وندعمها ونقوم بعملية التدريب والتمكين وتنمية المهارات في هذا المجال. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. نجحت الدكتورة نعمة شفيق خبيرة الاقتصاد المصرية في تولي منصب رئيس جامعة كولومبيا الأمريكية كأول سيدة عربية مصرية تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة. الدكتورة نعمة تعرف في بريطانيا باسم مينوش شفيق، وكانت بتتولى إدارة كلية الاقتصاد اللندنية، وكمان عملت في صندوق النقد الدولي وشغلت منصب نائب البنك الدولي، وكانت في الحقيقة الأصغر سنا وسط من شغلوا هذا المنصب. خلينا نشوف العرض المعلوماتي ده عن الدكتورة نعمة ونرجع مع حضراتكم مرة تانية.
بنروح لحاجة انتصار في لفتة إنسانية مميزة الحقيقة. قامت الحاجة انتصار سعد غنيم ابنة قرية ميت موسى بشبين الكوم بالتبرع بكامل ممتلكاتها لإقامة مشروعات خيرية بتخدم أهالي قريتها. خلينا نشوف التقرير ده عن الحاجة انتصار ونرجع مرة تانية. الحمد لله أنا مش وقت اللحظة مثلا أنني قررت أن أنا أتبرع. أنا الحمد لله أول مشروع عملته المسجد المدينة المنورة اللي احنا قاعدين فيه حاليا، مبني من سنة 2000 وسلمته للأوقاف، والحمد لله بجهود الشخصية والحمد لله كامل على أكمل وجه. مصر ما لنا خير، كلنا بناكل الحمد لله، مهما الدنيا تغلي محدش بيبات من غير عشاء. اللهم وفق الرئيس السيسي ويوفق مصر يا رب، ويجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أيام قليلة مشاهدينا الكرام بتفصلنا عن انطلاق الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إقامته خلال الفترة ما بين 26 يناير الحالي وحتى 6 من فبراير المقبل تحت شعار على اسم مصر معا نقرأ نفكر نبدع. الحقيقة أنه تم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، وتم اختيار الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، ومن المقرر أنه يتم تخصيص معرض خاص لكتاب وأنشطة الطفل، وبيضم هذا القسم كل الناشرين في هذا المجال والوسائل التعليمية وأيضا الكتاب التعليمي المدرسي، فضلا عن جميع الأنشطة الفنية والثقافية والفكرية وكذلك الإبداعية في مجال الطفل. القصة اللي معانا بعد كده هنتكلم فيها عن إعلان وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات طبية وعلاجية جديدة داخل الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية. بتشمل الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية مبادرة صحة المرأة ومبادرة المقبلين على الزواج والدعم النفسي، وأيضا مبادرة صحة الأم والجنين وفحص الأمراض الوراثية بالحضانات وتنظيم الأسرة. خلونا نتعرف أكتر على الخدمات الطبية الجديدة داخل الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية. معنا على الهاتف الدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة. برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بكل السادة المشاهدين. بشكرك. لو تكلمنا في البداية عن الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة داخل الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية. هو طبعا وحدات الرعاية الصحية الأولية بتعد حائط الدفاع الصحي الأول للمواطن، وهي ركيزة اللي بيقوم عليها أي منظومة صحية. بتقدم المفروض الخدمات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وطبعا في الفترة الأخيرة اللي استفادت جدا من وجود مبادرات رئيس الجمهورية للصحة لخدمات الصحة العامة، بحيث إن كل هذه المبادرات تم تطبيقها في خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية، زي من أمثال اللي حضرتك ذكرتيها مبادرة صحة الأم والجنين، مبادرة طبعا الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والإعتيال الكلوي، مبادرة فيروس سي، وغيرها من المبادرات اللي هدفها تحسين صحة المواطن والنهوض بالصحة العامة بشكل عام. دكتور خلينا يعني نلقي الضوء أكتر على أهداف المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية، كلمنا عنها أكتر. هي المبادرة هدفها تطوير الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية الأولية ودعمها بحزمة من الخدمات الجديدة، زي خدمات العيادات التخصصية، ان يبقى موجود عيادات فيها اخصائي من تخصصات مختلفة زي البطنة والنساء والجراحة والجلدية، العياد بالاضافة لتوفير خدمات الاسعافات الاولية لمدة على مدار ال 24 ساعة. وده طبعا من شأنه ان بيقرب للمواطن، زي ما حضرتك عارفة ان احنا عندنا 5000 وحدة لرعاية منشأة للرعاية الصحية الاولية على مستوى الجمهورية، بتحقق
القرب للمواطن اكتر من اي منشاه صحيه اخرى. فلو انا وفرت فيها الخدمات دي اكيد هتخفف الاعباء على المستشفيات وهتسهل على المواطن تلقي الخدمه الصحيه. مبادره تطوير الرعايه الصحيه الاوليه هتبدا بشكل في مرحلتها الاولى 251 منشاه بواقع منشاه في كل نطاق اداره صحيه. هتكون هذه المنشأة طبعا بتقدم خدمات العيادات التخصصية، بتقدم خدمات الزيارات المنزلية لكبار السن والمرضى الغير قادرين على الحركة، بتقدم خدمات الإسعافات الأولية والطوارئ لمدة على مدار ال 24. طيب خليني أسألك دكتور محمد، إزاي المبادرة بتقدر إنها تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين يعني خدمات تنظيم الأسرة ويعني غيرها من الأمور؟ هي طبعا ان احنا نطور من خدمات الرعايه الصحيه الاوليه ده هيحسن جدا من فكره الاكتشاف المبكر، وده عن طريق مبادرات الصحه العامه وعن طريق البرامج او الحزم البرامج اللي بقت تقدم دلوقتي اللي بتقدم بشكل مخصص لفئات عمريه معينه، مثلا زي كبار السن بيتقدم لهم خدمه برنامج كبار السن والشباب والمراهقين وخلافه، كل فئه عمريه بيتم استهدافها بحزمه من البرامج هذه الحزمه بتستهدف التحديات الصحيه اللي بيقابلها المواطن. طبعا ده كله من شانه ان هو يحسن من المردود طبعا على الصحه العامه، الاكتشاف المبكر للامراض زي ما حضرتك عارفه بيحسن من ناتج العلاج، طبعا برضه تقديم خدمات التوعيه بالصحه الانجابيه وخدمات تنظيم الاسره، ده كله من شانه اللي بيقابل مردود جيد جدا على صحه المواطن وبالتالي على صحه بشكل عام على الدوله. أنا بتوجه إليك بالشكر، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، شكرا جزيلا لحضرتك. نجحت مجموعة من الفتيات في منطقة المعنة بمحافظة إنا بالعمل في مركز إنتاج للنول في إطار مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي. الحقيقة أنه الفتيات أبدعوا في الرسم والتطريز على قطع الأقمشة المختلفة وأنتجوا مفارش وفساتين بيتم تصديرها وعرضها في المعارض الكبرى. خلينا نشوف التقرير ده اللي أجراه زميلنا أحمد الأفيوني مراسل إكسترا نيوز في قنا، ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. النول الفرنسي ده عبارة عن تطريز على أي نوع من الأقمشة بالخرز أو بالخيوط التطريز، إذا كانت خيوط مذهبة أو خيوط حرير، بيتكون من نول خشب من 6 قطع، 2 حامل و2 عمود أساسيين و2 عمود مساعد لشد النول. بيتشد النول وبعد كده بيبتدي عليه الطباعة، بعد كده بيبتدي البنت بتبتدي تطرز عليه بإبرة التطريز، تبتدي البنت بعد ما تطبع لها الرسمة تبتدي تشتغل بالخرز من تحت وهي ماشية بالخيط بالتطريز على الخطوط المرسومة لها بالطباعة. بيطلع من المنتج بالنسبة لنا في النهاية بيطلع عن عبارة عن يا إما ممكن يكون شنطة أو أحزمة الشنط أو تطريز أي شغل فاشن، بالنسبة لي ملابس حريرية، ملابس تل، ملابس شيفون، ملابس حتى قطنية أو كتان، دي أنواع الأقمشة اللي ممكن اللي بنشتغل عليها. وفي اللي هو دك، وفي أي نوع من الأقمشة، كل قماش ليه طريقة شده على النول عشان يبتدي التطريز عليه. جيت استلمت شغلنا في ورشة النول الفرنسي من سنة، أول ما جيت دربوني كويس، ابتديت لحد ما وصلت لمرحلة إن أنا أنتج شغل. بعد كده ابتديت أطلع شغل مختلف، شغل يختلف عن التاني. بصراحة ساعدوني كده، كل ما أقف عند حاجة يجوا يساعدوني. هنروح مع حضراتكم دلوقتي للفيوم ونتكلم عن مجموعة من السيدات قدروا أنهم يحولوا القرى المقيمين فيها إلى قلاع ضخمة للحرف اليدوية في مركز يوسف الصديق بالفيوم. قام التحالف الوطني في الحقيقة في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية المعيلة بتوفير فرص عمل أكبر للسيدات المعيلات بمركز يوسف الصديق بالفيوم، وفتح فرص لإنتاج سجاد يدوي عالي الجودة بينافس وبيضاهي بقوة ما يتم عرضه في الأسواق العالمية. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية.
سمعت ان هو في مصنع هنا صناع الخير في دار السلام، فجيت طلبوا ناس يعني تتدرب فيه وتتعلم، فانا ربت منزل يعني ما كنتش بشتغل ولا اي حاجه خالص، فقلت اساعد جوزي واساعد عيالي ويعني وابقى ليا كيان في المجتمع. فجيت اتعلمت الشغل وتعلمت الغرزه، سلموني نول بقعد عليه. انا بتشكر صناعي الخير ان هم علمونا الشغل وبقى بنشتغل شغل حلو، سجاد وبنطلع من تحت يدينا سجاد حلو، وانا جايه اشتغل عشان خاطر عيالي وان انا اساعد جوزي وعيالي في الشغل واجيب لهم مصاريف كده. الست المصريه اينما كان موقعها الجغرافي محل اهتمام شديد من التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. النهارده ومن خلال مؤسسه صناع الخير احنا موجودين في قريه دار السلام في مركز يوسف الصديق في محافظه الفيوم، موجودين عشان نعايش نموذج من اهتمام التحالف الوطني بالمرأة الريفية المعيلة، السيدات الريفيات المعيلات من الأرامل والمطلقات واللي بيساعدوا أزواجهم لمواجهة ظروف المعيشة، للحفاظ على تعليم أولادهم وتقديم الخدمات ليهم. الشريحة دي من السيدات التحالف الوطني كان معني ومهتم اهتمام شديد بيهم. اترجم الاهتمام ده ومن خلال مؤسسة صناع الخير بتقديم منظومة خدمات ليهم هنا في قرية دار السلام كنموذج لما يقدم ليهم في معظم القرى المصرية. النهاردة السيدات القرويات اللي احنا في وسطهم اتقدم لهم خدمات طبية من خلال قوافل تم الكشف عليهم فيها، وخصوصا في مجال الإبصار والعيون والحد من مسببات العمى. تم داخل هذه القوافل الاستفادة من خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات وإجراء العمليات بالتوازي مع ده المساعدات الموسمية. بالتأكيد السيدات الفضليات بيستفادوا منها استفادة دائمة. على قمة هرم الإفادة كان مشروعنا اللي احنا موجودين في وسط النهاردة، مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية المعيلة، مركز استدامة لصناعة السجاد اليدوي والمشغولات اليدوية. النهاردة التحالف الوطني ومن خلال صناع الخير بيبدأ مع 50 سيدة جديدة داخل بيستضيفهم المركز، بيبدأ معاهم بداية رحلة التدريب والتأهيل على صناعة السجاد اليدوي والمشغولات اليدوية. في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية واللي بينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تم تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة عمل المرأة في القطاع الزراعي مع مجموعة من الخبراء وقادة الأعمال في مجال الإنتاج الزراعي. المزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة. برحب بك معنا أستاذة مي. أهلا بحضرتك. يعني بداية لو تكلمين عن أهمية عمل المرأة في قطاع الزراعة خاصة في مجال الإنتاج الزراعي. هو نسبة المرأة في القطاع الزراعي هي نسبة كبيرة جدا في كل مراحل الإنتاج الزراعي. فاحنا يعني يهمنا جدا، وطبعا القطاع الثاني هو الحرف اليدويه، فبالتالي احنا بنركز على القطاعين دول لان احنا نشوف في سلاسل القيمه للمنتجات المختلفه ازاي احنا نقدر نعلي من قيمه القطاعات دي من خلال ادخال المراه، وان هم يبداوا مشروعات متناهية الصغر وصغيرة تقدر ان هي تعلي من القيمة المضافة للمنتج، وبالتالي كمان طبعا تزيد من دخل المرأة والأسرة ذلك. أستاذة مي، لو اتكلمنا عن نجاح المجلس القومي للمرأة في تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة وحضانات الأعمال على مشروعات الإنتاج الزراعي، حباك تكلمينا أكتر عن نجاح هذه التجربة خاصة في قرية الروبي بمحافظة المنيا، واللي نجحت طبعا في التخلص من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها مرة تانية لإنتاج سماد عضوي وزيوت عطرية. الحقيقة كان لها تجربة مهمة ساهمت في طبعا تخفيض معدلات التلوث البيئي واللي بينشأ عن حرق المتبقيات الزراعية. كلمينا أكتر عن التجربة دي.
هي تجربة فريدة الحقيقة، لأننا يعني قدرنا أن احنا نستفيد من المخلفات اللي هي كانت بتضر البيئة، أن احنا نعرف السيدات بطرق توعية بسيطة جدا إزاي أن هم يحولوا المخلفات دي لسماد عضوي، وإزاي أن هم يعني احنا الحقيقة كان يعني أضفناه لده إن إحنا علمناهم إزاي السماد العضوي ده يعملوا له تغليف بشكل جيد ويعملوا له براند ويقدروا إن هم يبيعوه في السوق. فإحنا وصلنا معاهم إن ده يبقى منتج نهائي، وكان برضو ده بمساعدة الخبراء في المجال إن هم برضو أتحنا لهم مكنة تقدر إن هي تعمل تدوير المخلفات دي بشكل أسرع وبشكل أجود. طب خليني أسألك أستاذة مي، هل من الممكن يعني الانتقال بهذه التجربة لقرى أخرى ومحافظات أخرى يعني غير قرية الروبي بمحافظة المنيا؟ طبعا حضرتك، هو ده كان أساسا هدف الأساسي للمائدة المستديرة. احنا كنا مجتمعين مع خبراء وليهم تجارب ناجحة في المجال الانتاج الزراعي، وده كان هدفه الأساسي، ان هو احنا مش عايزين نبدأ من الصفر، احنا عايزين التجارب اللي هي نجحت على الأرض إن إحنا نعممها ونزود الاستفادة. فالحقيقة فعلا إحنا مش عايزين نبدأ حاجة خالص من الأول، ولا يعني اللي نجح نعممه في قرى تانية وفي محافظات تانية وناس يستفيدوا منهم أكتر. صحيح، أنا بشكرك بكل تأكيد، شكرا جزيلا الأستاذة مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا لك. قصتنا المرة دي هتكون من المنصورة مع رنا وهيدي العقاد، هم الحقيقة أختين قرروا العمل داخل مركز للسيارات وبيعملوا في دهان السيارات، يعني لدرجة أنهم احترفوا الطباعة المائية على بعض قطع السيارات. خلينا نشوف التقرير ده عن هيدي ورنا ونرجع لحضراتكم مرة تانية. طبيعة شغلي احنا بنشتغل في الطباعة المائية وتعديل فبر العربيات ورش وتلميع العربيات إذا توتل يعني. الفبر بقى احنا اللي بنعمله ان احنا بنغير شكل الفبر كله، بنطبعه، بنعدله لو متكسر ومش موجود ومش لاقينه، او من الاخر تكلفته بتبقى غالية، ما تقلقش هاته واحنا هنعمله وهنرجعه تاني جديد زي ما هو. هو مش بس فكرة انها شغلة رجالي، هي شغلة رجالي وجديدة. يعني أنا دايماً كان عندي اقتناع أن البني آدم عشان ينجح ويتميز لازم يكون مختلف، وإحنا الحمد لله عرفنا نحقق اللعبة دي، عرفنا نكون متميزين وعرفنا نكون الحمد لله بفضل ربنا طبعاً ناجحين. المجال رجالي جداً جداً جداً، بس بالرغم من كده إحنا عشان بنحب العربيات وبنحب تعديل العربيات فحبنا المجال ده وعرفنا نتميز فيه الحمد لله. ومن المنوفية وتحت شعار مفيش مستحيل، قصتنا المرة دي هكون مع الست زبيدة اللي قررت أنها تخوض امتحان محو الأمية وهي بعمر 87 سنة. الحاجة زبيدة بتكمل تعليمها في مبادرة لا أمنية مع تكافل بعد الحقيقة معلمت أبنائها الثمانية وتولت مسؤوليتهم بعد وفاة والدها، والحقيقة أنها جدة ل 13 حفيد وحفيدة، تحلم كمان أنها تحصل على شهادة محو الأمية اللي بتعتبرها شهادة ميلاد جديدة. خلينا نشوف التقرير ده عن الحاجة زبيدة ونرجع مع حضراتكم مرة دي. عرفت أنهم بيعلموا الأميين اللي ما بيقروش وأنا عايزة أتعلم، فروحت كنت زعلانة أن أنا مرتش المدرسة، فرحت ان انا لقيت جيت اخت اقعد عليه. انا قررت اتعلم عشان جوزي مرضيش يخليني اتعلم برضو روخ، فقررت ان انا اتعلم عشان اعلم عيالي وعلمتوه تعليم هالي برضو. من الفيوم لدمياط اللي هتكون قصتنا المرة دي مع مي ربيع اللي بدأت حكاية من حوالي سنتين لما عرفت أن المدينة الصديقة للسيدات بعزبة البرج بدمياط فيها
ورش لتعليم السيدات والفتيات لفنون الأشغال اليدوية، فأصرت إنها تنزل وتشارك وتتعلم. الحقيقة أنه أهل مي كانوا خايفين عليها لأنها أول مرة بتخرج للمجتمع، وكانوا رافضين تماماً فكرة تدريبها. لكن بعد ما نجحت وحضرت معارض وباعت وأقامت طبعاً هذه المعارض، باعت منتجاتها وبقت مدربة، شجعوها الحقيقة وأصبحوا فخورين بها. خلينا نشوف عنها التقرير ده ونرجع تاني. بدأت هنا من أول ما عرفت إن المجلس القومي عامل شغل كراشي وحاجات، بدأت أتدرب هنا، وبعد كده بقيت مدربة كراشي ومدربة ذو همم على الخرز والإكسسوارات، وبدأت إن أنا أعلم وبدأت إن أنا أعرض شغلي هنا في المدينة الصديقة للنساء، وبدأت إن أنا أعرض شغلي في المدينة الأمنة هنا والمجلس القومي بيعمله بالمجاني، وبدأت إن أنا أعرض شغلي وبدأت إن أنا البنات ينتجوا معايا منتجات حلوة. أنا نفسي أعمل الأيام اللي نفسي أحقق، أعمل مشروع يكون خاص بيا، ونفسي أحقق حلمي إن أنا أعمل لأطفال ذوي الهمم مشروع خاص بيهم، إن هم يقدروا يحقق حلمهم ويعملوا، يبقى عندهم محل كراشيب وخرز خاص بيهم. خلونا نروح لفاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونرجع من بعدين نستكمل باقي فقرات نون القمة. بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. في فقرتنا التانية النهاردة هيكون معانا نموذج ملهم في الحقيقة لعالمة مصرية قدرت أنها تفوز بجائزة كوامي ناكروما، وهي طبعا الجائزة الأعلى في أفريقيا في مجال علوم الحياة والأرض. تم اختيار الدكتورة إلهام كأفضل العلماء أو العالمات السيدات لعام 2020 في أفريقيا، وحاليا هي عضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة. ساهمت الدكتورة إلهام محمود أستاذ علوم البحار، ساهمت بشكل كبير في ملف تغيير المناخ، وقدمت إسهامات بارزة في مجال علوم البيئة خاصة البيئة البحرية، وقضت في جامعة ساوثهامبتون البريطانية 10 سنين نشرت خلالهم 50 بحث في مجالات عالمية وفي مجلات مختلفة. كمان شاركت الدكتورة إلهام في عدد من الأبحاث العلمية المتعلقة بمجالات التنمية، بالإضافة لحصولها على شهادات دولية في التطوير المؤسسي وتدريب الكوادر الجامعية. برحب بضيفتنا عبر زوم الدكتورة إلهام محمود أستاذ البيئة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. برحب بك معنا دكتورة إلهام. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا عايزاكي الحقيقة في البداية تكلمينا أكتر عن يعني مجال تخصصك، لأنه مجال مش دارج أوي، وكلميني عن مشوارك فيه في علوم البحار والبيئة. أولاً شكراً، بشكر حضرتك والبرنامج وقناة إكسترا نيوز. الحقيقة هو مشوار طويل، بدأت بدخولي كلية العلوم، يمكن مضطرة أقول إنها كانت على غير رغبتي. كنت زي أي حد في الفترة دي بيتمنى يدخل كلية الطب، وخاصة أنا كنت طالبة شاطرة يعني، بس المقادير لم تأتي بها، فدخلت كلية العلوم. ورغم أن أنا في السنة الثانية جبت تقدير كويس وحولت كلية الطب، لأني ما أعرفش يمكن هي تقدير ربنا، اخترت أن أنا أرجع علوم مرة ثانية. ومن هنا بدأت العلاقة ما بيني وما بين معامل الكلية في جامعة المنصورة، ومنها بقى ابتديت أخد خط سير البيئة. أخدت ماجستير من جامعة المنصورة في تلوث المية على بحيرة المنزلة، وكانت رسالة إلى حد كبير جيدة. ما كانش عندي حظ في التعيين في جامعتي في المنصورة، ولكن بعد كده تعينت بجامعة قناة السويس، بس كان في فرع العريش، وده برضو نقلة تانية كانت، يعني كنت لسه صغيرة في السن، ولكن التحقت بجامعة العريش، ومنها جات لي باسة للسفر لإنجلترا على نفقة الوزارة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودرست
من هنا بقى كانت التحول الحقيقي، لما كانت ماجستير بتاعتي كانت في المية، فما رحت هناك وجهوني ان انا اشتغل في البيئة البحرية. الماجستير كان في المية، بمعنى كان في يعني تخصص الثروة السمكية، ده صحيح؟ مش بالضبط، انا كنت بدرس تلوث مياه، يعني كنت بدرس البيئه نفسها اللي ممكن تحسن من انتاجيه السمك، ولكن ما كانش ليه علاقه مباشره بالاسماك. وزي ما حضرتك عارفه البيئه لو صلحت كل اللي بينمو فيها بيصلح، صحيح. فكان احنا يعني بنعتبر نفسنا الناس بتوع البيئه هم الاساس، يعني لان لو قدرنا نصلح الوضع في البيئه كل ما يعيش فيها هيبقى كويس. ما ينطبق على البيئه البحريه ينطبق على كل البيئات الاخرى. قعدت في انجلترا، لكن كنت مضطرة اخد ماجستير تانية زي ما بيسموها هناك MPhil، خدت ماجستير في البيئة البحرية، وبعدين اخدت تاني دكتوراه في علوم البحار، وكانت بقى التوجه لحد ما رجعت مصر، وكان هو ده خط سيري يمكن من وقتها، ده الكلام ده من حوالي 15 سنة. كلميني اكتر دكتورة إلهام اذا سمحتي عن يعني موضوع رسالة الدكتوراه بالنسبة لك، موضوع علوم البحار، لانه الحقيقة هو يبدو انه موضوع شيق يعني للغاية جدا الحقيقه. وعايزه اقول لحضرتك انا يمكن لما سافرت انجلترا كان كل تخيلي ان انا هشتغل بس على الحاجه اللي انا اعرفها، الميكروبيولوجي والحاجات دي، لكن لما رحت هناك وعرفت يعني ايه معنى البيئه البحريه قد ايه مهمه لكل الحاجات اللي حواليها. انا درست على بيئه بحريه في انجلترا، مكان كده اسمه ساوثهامبتون انستري، هو في الجامعه اللي انا كنت بدرس فيها، تعلمت هناك طلوع بقى للبحر وركوب المراكب لفترات طويلة، أخذ عينات والسهر في المية لحد ما نقيس النتائج، وكانت النتائج بتتوصل على الكمبيوتر. عرفنا أن البيئة البحرية مهمة جدا للإنتاجية السمك، وأنا ما كنتش بتاعة سمك قبل كده، فعرفت قد إيه ده مهم جدا حتى كمان لبلدنا، لأن زي ما حضرتك تعرفي أن مصدر الثروة السمكية من المصادر المهمة جدا للاقتصاد المصري وحتى كمان للحياة الاجتماعية. فلما جيت مصر يعني بصراحة خدت التوجه ده وقلت إنه أهم حاجة إن احنا نحاول نحسن المصادر الاقتصادية للبلد، ويمكن ده اللي بيسموه دلوقتي الاقتصاد الأزرق، وأنا معنية جدا جدا الحقيقة بالتوجه ده. خلينا نتكلم وننتقل لموضوع جائزة كوامي نكروما دكتورة إلهام، واللي حصلتي عليها، وهي طبعا أعلى جائزة أفريقية في مجال علوم الحياة والأرض. إزاي ترشحت لها؟ يعني خط سير المنافسة كان شكله إيه لحد ما فزتي بيها؟ الحقيقه هكون صادقه مع حضرتك، انا قدمت للجائزه دي مرتين، مره في 2018 ما كانش عندي حظ، بس برضو يعني انا اي نيفر جيف اب، يعني حاولت تاني ودخلت. ما استسلمتيش لا ابدا، قدمت تاني. والحقيقه هي بتتطلب بورتفوليو او ملف ثقيل، يعني بيتحضر فيه حاجات كتير جدا، بيحطوا هم سيمز معينه او طلبات معينه المفروض ان المتقدم ليها يكون مغطيها، منها الأبحاث ومنها العلاقة بالمجتمع ومنها خدمات البيئة ومنها إزاي بيقدر يخدم الطلاب لو هو في الجامعة، أو الباحثين الصغيرين لو هو في مركز بحثي، إيه تواصله ما بين المكان البحثي وما بين البيئة اللي هو فيها. كان ملف تقيل الحقيقة. فالحقيقة كان عندي حظ أنا ترشحت من الجامعة، من رئيس الجامعة وقتها جامعة السويس، وكان عندي حظ ان انا طلعت من المرشح. كان الفرق بين ترشحك او تقديمك ليها بين المره الاولى والثانيه قد ايه دكتور؟ سنتين. قدمت في 2018 سنتين. ايه اللي جد في ملفك يعني فرق وخلاكي فزتي بالجائزه فعلا عن المره الاولى؟ حاجتين الحقيقه. كان اول حاجه اللي انا نشاطي كان ازيد كتير جدا في السنتين اللي هو 18 و19 و20 في المجتمع، كتير جدا أنشطتي زادت، وما كانش بالقصد بالمناسبة، يعني هي بالصدفة، أنا بحب قوي العمل المجتمعي يعني. الحاجة الثانية إن أنا نجحت في السنتين دول أعمل حاجتين كانوا فارقين في الترشيح أو في المنافسة ما بيني وما بين المرشحين الآخرين، إن أنا عملت بروتوكولات تعاون كبيرة جدا مع برامج أجنبية زي مثلا برنامج الغذاء العالمي اللي هو WFP، ومن خلاله جبت فند كبير جدا لجامعتي جامعة السويس. والحاجة الثانية ان انا عملت فاند ريزنج او جبت فاند تاني من الاتحاد الافريقي، ان انا قدمت بروبوزل او مقترح لاستضافة واحد من مراكز التميز العلمي في مجال الثروة السمكية لكليتي، كلية الثروة السمكية وقتها في جامعة السويس. والحقيقة دخلنا في كومبيتيشن عالية جدا، قعدت حوالي سنة ونص، كان متقدم اكتر من 15 بلد من افريقيا كلها. احنا عملنا يعني الأول طلعنا من أحسن 10، ثم من أحسن 3، ثم كنا أحسن مقترح متقدم، وكنت الحقيقة يعني أنا كنت الـ PI على هذا المقترح. وحاليا استلمنا مليون يورو للجامعة، والسنتر أوف إكسلنس حاليا موجود في جامعة السويس في كلية الثروة السمكية.
احنا فخورين بيك الحقيقة دكتورة إلهام. خلينا طيب نتكلم عن تجربتك كخبير بيئي بترشيح من جامعة قناة السويس لتقديم يعني الرأي في دراسات الأثر البيئي للمشروعات الكبرى واللي كان مقرر إقامتها داخل المحافظة. كلمينا عن هذه التجربة. الحقيقة أنا جامعتي جامعة السويس حاليا، لأن في الأول كانت جامعة قناة السويس، بس احنا انقسمنا حاليا بقينا 5 جامعات منفصلة يعني منفردة. في الوقت ده كانت المحافظة، طبعا محافظة السويس زي ما حضرتك تعرفي محافظة معنية جدا بالمشاريع، منها البترول والمصانع والأسمنت وخلافه وحاجات كتير، والحديد والمحاجر. فالمدينة أو المحافظة نفسها معرضة لكتير من الآثار البيئية اللي ممكن تبقى سلبة. فالمحافظة وعلى رأسها محافظ السويس كان دايما بيعمل اجتماعات وبيعمل دراسات وفحصها، بتسمى بدراسات تقييم الآثار البيئية للمشروعات. المفترض ان اي شركة او اي مصنع بيقوم حديثا بيقدم هذه الدراسة. فكان عشان يتم الموافقة على ان المصنع او الشركة تقوم، كان لازم بعض الخبراء يقولوا رأيهم في هذه الدراسة، اذا كانت صحيحة او لا، اذا كانت هتأثر على الناس اللي عايشة في السويس او لا او او او. فكنت الحقيقة احد المرشحين من جامعتي كخبير في المجال تقييم الآثار البيئية للمشروع. طيب هل ده له علاقة بموضوع يعني عمل شراكة بين جامعة السويس وبين برنامج الغذاء العالمي في مصر اللي حضرتك شاركتي فيه لرفع الوعي في مجال الاستزراع السمكي؟ ما فيش علاقة ما بين الدراسات الأثر البيئي وهذا الموضوع، ولكن أنا يمكن فكرت عشان إحنا كلية ثروة سمكية، فإحنا معنيين بالأمن الغذائي. يعني إحنا الكلية اللي بتعلم الباحثين الصغيرين إزاي يبقى عندنا ثروة سمكية، إزاي نحافظ عليها، إزاي يبقى في جو الأسماك، إزاي نزود الستوك الفيش ستوك ما بنسميه أو المحصول السمكي. فده كله غذاء، كل ده أمن غذائي. فأنا بصراحة هي الفكرة جت في بالي، وأنا اللي تواصلت مع مدير برنامج الغذاء العالمي في مصر، وكان وقتها كان دكتور منجستاب، راجل شخصية عظيمة يعني، والحقيقة رحب جدا، جه زار الجامعة، عملنا له تور كويسة جدا، وقال ان انا موافق ان انا ادعم الجامعة، وادانا فند كويس جدا، عملنا بيه برامج تدريبية، دربنا شباب صغيرين، شاركنا في مشروعات اللي بنسميها المشروعات الصغيرة للناس اللي عايزة تعمل اكواكلتشر، اللي هي المزارع السمكية الصغيرة في بيوتهم او في اراضي صغيرة جنب بيوتهم. فكانت حاجة كويسة جدا الحقيقة. استفادتك الشخصية من هذه الشراكة الدكتورة إلهام، يعني بنتكلم عن شراكة بين جامعة السويس وبرنامج الغذاء العالمي في مصر، استفادتي إيه؟ الخبرات اللي اكتسبتيها من هذا البرنامج؟ والله اكتسبت حاجات كتيرة، لأن أولا تعلمنا، أنا كنت وقتها ماسكة مدير العلاقات الدولية في جامعتي جامعة السويس، فكان فرصة كبيرة جدا قدامي أن أنا أتعلم إزاي نعمل بروتوكول تعاون. البروتوكول ده أخذ رايح جاي كتير، فتعلمت ازاي اكتب MOU، ازاي يكون العقد سليم. كمان مهم جدا عمليه الكوميونيكيشن مع الاجانب، مش شرط الاجانب الغربيين لكن الاجانب من افريقيا كمان. اتعلمت حاجه مهمه جدا جدا، ان هي ازاي استغل الفند، الفلوس اللي جايه لي، بان انا اعمل دعم دائم مش دعم مؤقت. يعني انا كان ممكن اخد الفلوس واعمل ندوه، مؤتمر، دوره تدريبيه، لكن الحقيقه احنا ساعدنا ناس كتير انها تعمل مشروعات صغيره، وده كان المهم، لان البرنامج الغذاء العالمي معني اساسا بتوفير الغذاء وتوفير سبل لتوفير الغذاء. فانا الحقيقه اتعلمت كتير من الاتفاقيه دي، زي ما اتعلمت من حاجات تانية كتير. الحقيقه مشوارك ثري دكتوره الهام، يعني عايزين نتكلم عن خطوه نجاحك في جلب دعم مادي يمكن وصل لمليون يورو لجامعة السويس واستضافة مركز التميز في مجال الثروة البحرية. كلمينا كمان عن هذه التجربة. هو الحقيقة البروتوكول ده أو البروبوزل ده دايما بينزل زي كول، يعني ده زي ما بنسميه باللغة العربية، لما بيكون في الاتحاد الأفريقي بيقدم دعم معين في توجهات معينة. والفترة اللي فاتت، ال4-5 سنوات اللي فاتت، الاتحاد الأفريقي كان فعلا مهتم بكل القضايا اللي بتخدم القارة الأفريقية أو بتخدم المشاكل في القارة الأفريقية، وعلى رأسهم طبعا مشكلة الفقر ومشكلة الجوع ومشكلة نقص الغذاء. فكان واحد من الكولز أو النداءات دي كان معني أساسا بأنه يوجه فند كبير لمراكز تميز تدعم اللي هي تنمية الكوادر الأفريقية، بحيث إن هم يقدروا يقدموا حلول ويقدموا أبحاث في هذا المجال. فالحقيقة أنا قريت الكول، وكان عن طريق زميل برضو عزيز، وقال يا ريت نقدم مع
بعض. كان معايا فريق عمل ممتاز في الكلية أيامها وعميد الكلية الحالي، وكان معايا فريق عمل كبير اشتغلنا كتير جدا، وتعبنا حتى في استقبال الزيارة لأن هم حددوا زيارة من خبراء، يعني عايز أقول لحضرتك يعني ثقيلين جدا في الخبرة، وجم عملوا دورة كاملة جدا في جامعتي، وقالوا إن في النهاية الجامعة كويسة جدا وتقدر تستضيف هذا المركز. والحقيقة يجب أن أقول إنهم أشادوا بالثروة البشرية الموجودة اللي هي الأساتذة والستاف الموجود في كلية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة إلهام، والحقيقة بحييكي وبحيي مشوارك الدكتورة إلهام محمود أستاذ البيئة وعلوم البحر بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من نون القمة، ألتقيكم الأسبوع المقبل إن شاء الله، إلى اللقاء.